معانا المستشار السيد المستشار زكريا شلش. مساء الخير سيادة المستشار. أهلا، مساء الخير، ازيك استاذ؟ أهلا يا فندم. أنا سمعت الأخت اللي هي بتتكلم عن ال 500 جنيه وكده، وبتقول القاضي بياخد 16,000 جنيه، طبعًا الكلام ده لا أساس له من الصحة ولا خمس المبلغ ده. نعم. وبعدين إحنا قلنا إحنا عندنا استعداد نشرف على الانتخابات مجانًا كحاجة زي ضريبة دفاع. وبعدين في حاجة كمان، أنا حضرت اللجنة بتاعة الساحل لما الزميل انسحب، اما ما لقاش طبعا لا جيش ولا شرطه يحمي اللجنه، والناس دخلت يعني بمعلومه من ضابط جيش برود بتعقيد، قال لي كان في 15,000 واحد دخلوا على اللجنه وما خلوش الاوضاع يعرفوا يفرزوا. نعم. فاحنا اضطرينا رحنا رئيس اللجنه العليا للانتخابات خدني وخد مجموعه من الزملاء، رحنا عشان نفرز الصناديق. نعم. فبعتنا للناس اللي هي كانت حاضره قبل كده الامناء يعني، فبعضهم جه وبعضهم ما جاش، فاتصلوا بينا قالوا نجيب لكم ناس من الحي، قلنا ماشي. فبصينا لقينا ناس من الحي جات والناس القديمه جات، يا عم تعالى افرز معانا، تعالى شوف زميل جاي عايز يفرز الصندوق بتاعه، يقول لي انا مستني القاضي بتاعي، القاضي بتاعي واقف على الباب اهو. كلهم بنفس الصيغه دي وما رضوش يشتغلوا معانا ليلتها. ما هنقدرش نعمم سياده المستشار. خلونا نقعد ثلاث ايام متواصله ما نعرفش نشتغل. نعم. الو؟ ايوه سياده المستشار. أيام وما نمناش ثلاث ايام وشغل على الاخر يعني. ارجو ان تلتمس للاخت اللي اتكلمت العذر، هي جوزها راح وصلوا جواب وراح من 4 الفجر، فضل قاعد للعصر مش عارف هيعمل ايه، ولما في الاخر حد يقول له مع السلامه مساله تحبط وتضايق جدا، فاهم؟ تهاني يعني. لازم ناخد بالنا من ميزانيه البلد النهارده، الوضع يعني ما يسمح. ما كانوش يقولوا له تعالى سياده المستشار، الامر لا يخص القضاه، يعني انا عارف ان الامر له علاقه بالمحافظات، بس برضه في ناس كتير جات وما حضرتش وجات قالت. حضرتك شايف انه من الطبيعي انك تبعت لي جواب واجي الساعه 4 الفجر وافضل قاعد للعصر؟ مسؤوليه رئيسه في العمل مش مسؤوليه اللجنه طبعا. لا لا لا، هي مسؤوليه المحافظين. وبعدين في نقطه، في ناس كتير جات وما كانتش حضرت وعايزين يقولوا احنا جينا وحضرنا وعملنا الانتخابات وهم ما اشتغلوش، ده جم وما رضوش يشتغلوا. لا احنا ما بنتكلمش على دول، احنا بنتكلم على النماذج الطبيعيه اللي جت بشكل محترم بناء على تعليمات ثم فجوا بانه بيقول لهم لا ما انتوش مش عايزينكم. دي مسؤوليه رؤسائهم في العمل مش مسؤوليه ده صحيح، ولا مسؤوليه اللجنه العليا. ده صحيح، ده صحيح سياده المستشار زكريا. واحنا طبعا رحنا لغينا 90 لجنه مش 90 صندوق. نعم. 90 لجنه و15 لجنه لغناهم برضو على اساس مش موجودين الصناديق بتوعهم، يعني يعمل حوالي 250 صندوق، محدش يعمل كده طبعا غير بمجهود غير عادي. تمام. شكرا سياده المستشار زكريا شلش على التوضيح. القضاة مش واخدين هذه المبالغ، اللجنه العليا والقضاة ما لهمش دعوه باللي حصل ده اخطاء محافظات، ويجب التوقف امامها واحترام ادميه البني ادمين اللي انتوا جبتوهم من الفجر ومروحين امتى علشان تجيبوا تاني وهو منهك.